طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. دفعة صميم، مساء الخير. معكم بالبداية أحمد العابد من سنة رابعة، للي ما بعرف. صراحة فترة طويلة من لما شرحت لكم آخر إشي، ولكن أنتم بتعرفوا الوضع، فالله يكون بالعون يا رب. ولكن أي فرصة أكيد بتيجي فمش راح نفوتها، فإن شاء الله اليوم بدنا نشرح مع بعض اللاب الخامس، واللي هو اللاب الأول بمادة الفاينل لاب الجينيتكس، تمام، واللي هي بتحكي عن البيبر كروماتوغرافي. جهز التفريغ عبادة عبابنة وعدل عليه إبراهيم أبو راشد، الله يجزيهم الخير الاثنين. طيب، أول إشي، التجربة هاي صراحة تعتبر يعني من التجارب الجميلة، بدليل إنه أنا أخذتها قبل سنتين باللاب، ولحد الآن صراحة متذكر بعض التفاصيل اللي عملناها، يعني لأنه يعني للأمانة فيها شغلات حلوة بتعملها، يعني بالذات أجواء اللاب. يعني مش قاعد بقاهركم، ولكن يعني لاب الجينتكس مش لاب كثير حلو، بس هي هاي التجربة بس اللي بتذكر إنها كانت حلوة. المهم، التجربة أول إشي اسمها بيبر كروماتوغرافي. ببلش لي بحكي لي عن الكروماتوغرافي وشو هي الكروماتوغرافي قبل ما ندخل بالبيبر كروماتوغرافي تحديدا. أول إشي، كروماتوغرافي، لما أنا أحكي كروماتوغرافي فهي مقسومة لكروم، لما أنا أحكي كروم معناها لون اللي هو كلر، وجراف معناها إنه زي كتابة. فبحكي لي إنه المعنى الحرفي لو بدنا نحكي literally بتكون هي معناها color writing، تمام. كروماتوغرافي بحكي لي التعريف تبعها هي general analytical technique used to separate and identify different substances in a mixture. طبعا ما حكيناش لا color ولا إشي، فبغض النظر التعريف تبعها إنه هي عبارة عن زي procedure بنستخدمها عشان إحنا نفصل، زي ما بيكون عندنا ميكستشر واحنا بدنا نفصل مكونات هذا الميكستشر باستخدام هاي التقنية، تمام. الكروماتوغرافي طبعا لها كثير انواع، ولكن احنا رح نتطرق لنوع واحد وهو البيبر كروماتوغرافي، ماشي. بس قبل ما نتطرق للبيبر كروماتوغرافي، بحكي لي احنا الكروماتوغرافي بشكل عام، مش بس البيبر كروماتوغرافي، لايش احنا بنستخدمها الكروماتوغرافي هاي. طبعا هون بحكي لي انه احنا ممكن نستخدمها لنفصل البلانت بيجمنت زي الكلوروفيل which is green also for carotenoids which are orange and yellow، تمام. طيب، ال uses of chromatography، هلا احنا ايش بنستخدمها بالحياة العملية؟ بنستخدمها للفود تيستينج عشان نفحص الأكل، to detect approved dyes and food لما أنا بدي أشوف إنه إذا في صبغات. also it might be used to detect the presence of insecticides اللي هم عبارة عن المبيدات الحشرية لما يكونوا على الفروتس and vegetables، تمام. بنستخدمها كمان للدراج تيستينج، it's used to detect the drug concentration in the blood، يعني لما بدي اجي اخذ سامبل من بدي اخذ سامبل من دم مريض، تمام. فانا باجي مثلا زي بحكي لي هون المثال انه انا عندي الاثليتس، بتعرفوا لما يكون في مباراة كرة قدم ويكون في لاعب يعني سبحان الله اليوم لقيناه خارق، تمام. فبحكي لك هذا اللاعب بعد ما يخلص بفحصوا منشطات. كيف بفحصوا منشطات؟ بيعملوا عليه هاي العملية اللي باخذوا منه أول إشي، باخذوا منه دم، تمام، وبفحصوه بالكروماتوغرافي عشان يشوفوا إنه يعني يفصلوا الميكستر ويشوفوا قديش في نسبة المنشطات، تمام. إذا كان في نسبة منشطات عالية بيعاقبوا، تمام. طيب، كمان بنستخدمها للفورنسيك تيستينج، it's analyzed it analyzes blood and clot samples. كمان بنستخدمها بالكرياتينج فاكسينيشنز، زي ما مثلا هسه قاعدين بس بيعملوا بالفاكسينز للكوفيد 19، تمام. طيب، principle of chromatography، شو هو المبدأ تبع الشغل تبعها، تمام. قبل ما ندخل على البيبر كروماتوغرافي، بكل principle of chromatography we have several types of chromatography، ماشي. حكينا انه في عندنا كثير انواع من الكروماتوغرافي، رح نتطرق للبيبر كروماتوغرافي. هاي الانواع all of these types separate mixtures in the same principle، بنستخدم نفس المبدأ عشان نفصل mixture. احنا حكينا انه احنا شو بدنا نعمل بالبداية لما حكينا كروماتوغرافي، هي عبارة عن تكنيك بنستخدمه عشان نفصل mixture. all chromatography methods depend on their separation on the rate at which the analyzed substances migrate in contact with both stationary and mobile phase، تمام. بحكي لي انه انا في عندي بكون stationary phase وبكون في عندي mobile phase، تمام. stationary phase اللي هو يعني زي كأنه انا يعني بتكون من جزئين، التجربة بتاعتي بتكون من جزئين، جزء بكون ثابت وجزء بتحرك على الجزء الثابت، تمام. فالمبدأ تبعها بحكي لي انه الريت
at which the analyzed substance, أنا في عندي السبستانس هاي تتحرك ما بين الستيشنري والموبايل فيز، فهي حسب تفاعلها ما بين الموبايل والستيشنري فيز، تمام، فهي راح تتباعد وراح يصير لها سيباريشن، تمام، لانه كل جزء من هاي الميكس من هذا الميكستشر راح يتفاعل معهم بشكل مختلف. انا يعني طبيعي انكم هسه مش كثير فاهمين هذا المبدا، ولكن لما نيجي للتجربه راح تفهموا تماما. The relative affinity of the analyzed substances for each phase depends on its properties, such as بيعتمد على السايز، الشيب، الستركتشر، والبولاريتي اند سوليابيليتي، تمام؟ بناء على هاي العوامل كلياتها واختلافها بنبلش احنا نفصل وبصير في سيباريشن ما بين مكونات هذا الميكستشر، تمام؟ طيب بسجل حلو عشان ما نتمقلب. طيب so to perform chromatography separation you need to you need interaction between هسه احنا الانتراكشن هسه اوريدي حكينا انه في عندي انا stationary phase، تمام، وفي عندي mobile phase. stationary لما نحكي station معناها محطة، معناها اشي ثابت، تمام، don't move through the experiment. mobile phase اللي هي لما احكي mobile معناها اشي متحرك، ف moves through the experiment، تمام، والميكستشر اللي انا بدي افصله اصلا، تمام. طيب ندخل على البيبر كروماتوغرافي. البيبر كروماتوغرافي احنا حكينا انه في عندي انا ستيشنري فيز وموبايل فيز. البيبر كروماتوغرافي هون بكون عندي الستيشنري فيز هي عباره عن البيبر. It is a technique used to separate different substances and mixtures depending on their different rate of migration across sheet of paper. So المايجريشن حكينا انه بصير على ايش؟ بصير على الستيشنري فيز. فهون شو الستيشنري فيز عندي؟ sheet of paper، مش بس الشيت اوف بيبر، لسه كمان في عندنا كمان شغل. Okay, so chromatographic method will be used in our experiment. هسا التجربة اللي رح نيجي عليها بالآخر رح تستخدم هاي الchromatographic method. This method is used for both color and colorless mixtures. احنا ممكن نستخدمها على اللي هي الميكستشرز الملونة وغير الملونة. Advantages of paper chromatography، ليش احنا بنستخدم البيبر كروماتوغرافي او شو الاشي المفيد فيها؟ انها هي simple، رح تشوفوا انها تجربة كثير simple. It's cheaper and require less quantitative materials. بتستخدم انت اجزاء بسيطة وقليلة، عفوا بتستخدم مكونات بسيطة وقليلة وموجودة بكل مختبر. Compared to other chromatography methods، يعني انت لو تشوف الكروماتوغرافي methods الثانية بدها تستهلك، بدها تكون اغلى وبدها تستهلك مواد اكثر وبدها اشياء فيها تعقيدات اكثر يعني. طيب in paper chromatography cellulose in the form of paper sheet is used. احنا بنستخدم هاي الشيت او البيبر بتكون عبارة عن paper of cellulose. cellulose is a polymer of the simple sugar. ايش هو cellulose اذا بتتذكروا؟ ايام ما كنا ندرس البيو كنا ندرس انه في عندي سيل وول. هذا السيل وول من ايش بتكون؟ بتكون من سكر اسمه السيلولوز. فهو ايش السيلولوز؟ هو عباره عن جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز، بكونوا لي ايش؟ بكونوا لي اللي هو السيلولوز اللي هو البوليمر او البوليساكرايد، تمام. And the key point of cellulose is that the polymer chains have hydroxyl group that interact strongly with water. So cellulose paper can absorb water molecules. تمام، بحكي لي انه هذا السيلولوز، تمام، بكون بجذب المي، فبالتالي بتلاقي انه هو اصلا يعني هو السيلولوز لما تطلع عليه بكون هو فيه زي فتحات، فهي الفتحات بتلاقيها انه يعني شو بدي احكي، بتجذب الجزيئات ال H2O عشان ترتبط فيها، تمام، لانه هي فيها هيدروكسيل جروبس. تمام، the polymer chains have hydroxyl groups that interact strongly with water. So cellulose paper can absorb water molecules. So water كمان تعتبر is the stationary phase. الwater اللي بتيجي بترتبط بالسيلولوز هذا تعتبر ايش؟ تعتبر stationary phase supported by the paper. Cellulose paper can absorb water molecules forming hydrophilic stationary phase. So لما احنا نحكي عن الwater ولما نحكي عن السيلولوز فاحنا هون قاعدين نحكي عن hydrophilic phase. يعني لما بتعرف انتم الهيدروفيليك والهيدروفوبيك يعني دارسين المفروض انكم بايوكيمستري وجينيتكس، الهيدروفيليك تمام اللي هو بحب المي والهيدروفوبيك اللي هو بيكره المي. ف لما انا بحكي انها اصلا ووتر عندي، تمام، وبحكي انه عندي هيدروكسيل جروب وبحكي عن السيلولوز فهم عباره عن هيدروفيليك ستيشنري فيز. لا يعني هذا الشيء كثير مهم انه الستيشنري فيز، هسه احنا عندنا معلومه ماشي لازم نضلنا متذكرينها، تمام، انه انا الستيشنري فيز عندي ايش كانت؟ هيدروفيليك. هيدروفيليك معناها شو؟ بتحب المي، بتحب
البولر موليكيولز. تمام. طيب هلا خلصنا الستيشنري فيز وعرفنا شو هي. طيب الموبايل فيز ايش هي؟ The mobile phase is the solvent that moves through the paper, polar and non-polar. For paper chromatography, the mobile phase is a mixture of water and other non-polar solvents. طيب فبحكي لي انه الموبايل فيز هون بالبيبر كروماتوغرافي راح تكون بتتكون من ميكستشر من مي and other non-polar solvents. This mobile phase is fairly polar but still less polar than stationary phase. فأنا هسا عندي stationary phase حكينا أنا هي عبارة عن polar, تمام, polar أو hydrophilic stationary phase بتكون polar, تمام, وبتحب إيش, بتحب اللي زيها, بتحب البولر. ولكن هاي الموبايل فيز بتكون هي نون بولر, بتكون أو يعني مش نون بولر تماما, ولكن هي fairly polar, ماشي, ولكن less polar than الستيشنري فيز. ليش؟ لانه هي عباره عن مي مخلوطه مع نون بولر سبستانسز او نون بولر مولكيولز. تمام. شو هي هاي المولكيولز؟ رح نحكيها هسه بالتجربه. ايش المبدا تبع البيبر كروماتوغرافي؟ بحكي لي انه انا رح اجيب هاي الورقه, تمام, ببلش احط عليها الميكستشر هون, تمام, بعدين بحطها, يعني انا هسه بدي احكيها بسرعه بعدين بنرجع بنقرا. تمام. عندي هاي الورقة بحط عليها اللي هو الايش, الميكستشر هون اللي انا بدي افصله. تمام. وباجي بحطها وين؟ بحطها على اللي هو ال شو اسمها, الموبايل فيز. الموبايل فيز بنكون حاطينها في جوا بيكر. تمام. وبتبلش هاي الموبايل فيز تطلع وتطلع معها ايش, تطلع معها الميكستشر, وخلال ما هو بيطلع معها, تمام, ببلش ينفصل لمكوناته. تمام. وبتكون عند وبصير عندي اللي هي عملية السيبريشن. تمام. التفاصيل هاي, اول شيء بحكي لي first the sample the samples to be identified or analyzed is applied near the bottom of the filter paper. تمام. بنحط الفلتر بيبر هون, تمام, وبنحط بنحط اللي هي السامبل او اللي هي الميكستشر اللي انا بدي اعمل له analyzing, ماشي, بدي احطه near the end, ماشي, ما بحطه على الطرف لانه ايش, راح يدخل في جوا المحلول, انا بدي اياه فوق المحلول. تمام. فأنا بحطه near the bottom of the filter paper. This process is known as spotting. So أول خطوة عندي هي خطوة spotting. Spotting يعني إني أنا ببلش أحط الميكستشر على البيبر. تمام. Then after the sample is applied, the paper is placed in a beaker. تمام. البيكر اللي هو هذا الوعاء. تمام. That contains the mobile phase. So mobile phase أو solvent هي موجود تحت. تمام. Actually, a few millimeters of the liquid mobile phase. Okay, a few millimeters. Okay, so إنه ما بكونش هو البيكر مليان من هذا السولفنت, بكون بس فيه دوب few millimeters. As soon as the paper is placed, the mobile phase will begin to rise up the paper by capillary action. So باستخدام الكابيلاري اكشن. شو الكابيلاري اكشن؟ بدكم تعرفوا الكابيلاري اكشن اذا بتتذكروا مثلا بالاحياء لما كنتوا تدرسوا كيف المي بتطلع بالنباتات, شيء زي هيك. تمام. انه السيلولوز فيه ثقوب, تمام, فبالتالي بتصير هاي تجذب المي, مش المي, تجذب السولفنتس هاي انها تطلع من خلالها وتطلع على السيلولوز بيبر. تمام. كيف لما تحطوا بسكوتة في جوا الشاي, تمام, ويبلش الشاي يطلع على البسكوتة لفوق. تمام. نفس المبدا. As the mobile phase rises on the paper, it will eventually encounter the spot of the sample. تمام. بحكي لي انه الموبايل فيز هي تحت, تمام, والسامبل انا حطيتها وين؟ حطيتها near the bottom, مش على البوتوم, فبالتالي هي ما دخلت على السولفنت ولكن هي لساتها فوق. فهسه السولفنت راح يبلش يطلع على ايش؟ راح يبلش يطلع على الورقه, فبالتالي الورقه راح تصير بالبلدي ايش؟ تترنخ. تعرفوا مصطلح تترنخ؟ تمام, بتترنخ هي. فبالتالي راح يصير يطلع السولفنت هون, تمام, وراح يسحب معاه, راح ياخذ معاه او راح يجرف معاه السامبل اللي انا حاططها هون. تمام. هاي العمليه بكير بسميها اليوشن. The mobile phase accompanies the analyzed components as it moves through the stationary phase. بتبلش تتحرك through the stationary phase, and this process of moving components with the solvent is called elution. تمام. الاسماء هاي مهمه. اول خطوه كانت عندي spotting, بعدين خلال ما بلشت تطلع على السولفنت صارت عندي الخطوة هاي اسمها اليوشن. والسولفنت اللي بسحب مع اللي هي الميكستشر, هذا الميكستشر, تمام, او الكومبوننتس اللي انا قاعد بسوي لها انالايزنج, تمام,
بنسميه ايش؟ بنسميه اليوتينج سولفنت. هو اليوتينج سولفنت هو اللي بيعمل لي عمليه الاليوشن، او اللي هو هو عباره عن موبايل فيز. طيب the components of the mixture will travel at different speeds causing them to be separated. حكينا انه راح يبلش المكستشر هذا يطلع على ايش؟ راح يبلش يطلع على الستيشنري فيز. تمام، راح يبلش يطلع على الستيشنري فيز، ولكن هو مش عباره عن شيء واحد، هو عباره عن مكستشر. فبالتالي المكستشر هذا كل كومبوننت من المكستشر تمام بتحرك بناء على طبيعته. تمام، مثلا في جزء منه من هذا المكستشر بحب الستيشنري فيز ماشي، وما بحب اللي هي الموبايل فيز. هسه رح نجي لها بالتفاصيل. ولكن مثلا انه والله انا عندي، حكينا انه الستيشنري فيز هي عباره عن بولر تمام، والموبايل فيز عباره عن ليس بولر. فبالتالي لو انا بحب البولر فانا رح اكون بحب اني اظلني ايش؟ مكربط بالستيشنري فيز. فبالتالي حركتي رح تكون اصعب لما يكون ولد مفحم عياط وماسك بالارض. تمام، هون بتكون حركته ايش؟ بتكون حركته ابطا واصعب. تمام، بينما لما اكون انا بحب النون بولر تمام، فبالتالي انا راح اكون مستعجل، بدي اخلص من هذا الستيشنري فيز اللي انا حطوني عليه. تمام، وبيكون بدي اطلع مع السولفنت وهو طالع. تمام، فبالتالي راح تكون حركتي اسهل. فبناء على هذا المبدا بصير انا عندي فصل للميكستشر بناء على ايش؟ على طبيعه كل كومبوننت من هذا الميكستشر. تمام، the components of the mixture will travel at different speeds causing them to be separated. Chromatography separates the components of mixture by their distinctive attraction to the mobile and stationary phase. حكينا هذا الحكي انه بما اني انا اذا انا عندي attraction للstationary phase راح تكون ايش عندي؟ راح تكون حركتي ابطا. اذا كان الattraction عندي للموبايل phase اللي هي اصلا تتحرك، فبالتالي انا راح تكون حركتي اسهل وراح تكون اسرع. تمام، هلا في عندي هون مصطلحين، انا شيء لو تلاحظوا هون في عندي انا خطين. تمام، في عندي الخط اللي انا بلشت عنده تمام بسميه ستارتنج لاين ماشي، واضح من اسمه ستارتنج لاين هو الخط اللي انا بلشت عنده واللي انا عملت عليه سبوتنج. تمام، الخطوه الاولى كانت سبوتنج، انا عملت سبوتنج على هذا الخط اللي هو نير ذا بوتوم. تمام، بس انا لما بلش عندي يطلع اللي هو السولفنت ماشي، وصل لعند مرحله معينه هون تمام وقف. تمام، فبالتالي ظلت الورقه هون ناشفه والورقة هون صارت ايش؟ مبلول. تمام، فالخط هذا ماشي اللي هو ما بين الناشف والمبلول ايش بسميه؟ بسميه اللي هو solvent front. تمام، اللي هي المقدمة، اخر اشي وصله solvent. indicates how far the solvent to travel. تمام، طيب if the component has higher affinity to the mobile phase than the stationary phase، هذا الحكي اللي انا حكيته انه اذا كان الكومبوننت عنده الافينيتي للموبايل فيز يعني بحب الجزء اللي بيتحرك، فراح يروح يتحرك معه على طول. تمام، it will move too close to the solvent front، راح يكون يتحرك بسرعه وراح يكون وين؟ راح يكون عندي هون. تمام، ولكن اذا كان while if component has higher affinity for the stationary phase، اذا كان هو بحب الستيشنري فيز راح يضل مكربط بالستيشنري فيز، فبالتالي راح تكون حركته اصعب وراح الاقيه واقف لي هون بالنص. يعني انا يا دوب السولفنت قد ما دفشه ماشي يا دوب وصله بس لهون، بينما هذا اللي كان بحب السولفنت وبحب اللي هي الموبايل فيز انا لقيته بالاخر. تمام، if it has higher affinity for the stationary phase it will tend to stick to the paper ماشي، راح تحب انها تضلها ملزقه بالبيبر and travel more slowly so these differences in the affinities will lead to the separation. حلوين. طيب هسه هون بحكي لك انه انا التجربه بتاعتي شو بدي اعمل؟ بدي افصل امينو اسيدز. تمام، فبحكي لي انا كيف بدي افصل هذول الامينو اسيدز؟ بحكي لي اول شيء بتبلش as you know امينو اسيدز هاف ديفرنت جروبس. تمام، هسه هاي الامينو اسيدز فيها ديفرنت جروبس، حكينا في عندهم زي ايش بسموها سايد جروبس، so they differ in their polarity and their unique characteristics ماشي. بناء على هاي الجروبس هم بيختلفوا بالكاركترستكس تاعتهم. في عندي انا النون بولر امينو اسيدز which have hydrophobic side chains. اوكي، مش سايد جروبس، سايد chains اسمهم. تمام، أو side groups نسميهم برضو. المهم non-polar amino acids، بلاش أكون بهبد، أنتوا بتدرسوا genetics هسا تركزوا معي، خلاص اللي هو side chains. non-polar amino acids which have hydrophobic side chains. تمام، لما يكونوا hydrophobic side chains، أنا هون مثلا بالتجربة بتاعتي لما حكيت إنه الموبايل فيز أنا عندي less polar، فبالتالي هذول رح يتحركوا مع الموبايل فيز أحسن صح؟ فبالتالي رح ألاقيهم وين؟ رح ألاقيهم near the
near the شو اسمه solvent front. تمام، بينما انا في عندي البولر امينو اسيدز اللي هم لما يكون الامينو اسيد بولر راح يكون بحب ايش؟ راح يكون بحب البولر ستيشنري فيز. تمام، طبعا اللي هم بنقسموا لنيوترال سايد تشين لما يكون السايد تشين تاعته نيوترال، والتشارج سايد تشين اللي هم بيكونوا اسيدك او بيسك. الاسيدك معطيني مثال الجلوتاميك اسيد والاسبارتيك اسيد. تمام، من اسمهم جلوتاميك اسيد واسبارتيك اسيد فهم اسيدك. تمام، والبيسك اللي هم الهيستيدين اللايسين والارجينين. تمام، فهذول الثلاث او حتى هذول الخمسه انا بتوقع انهم وين يكونوا؟ بتوقع انهم يكونوا اقرب للستارتنج لاين، وما بتوقع انهم يمشوا كثير زي اللي هم النون بولر امينو اسيدز بهاي التجربه. تمام، ركزوا انه بهاي التجربه. ليش؟ لانه الموبايل فيز ليس بولر والستيشنري فيز بولر. تمام، اخر شيء قبل ما نبلش باللاب وورك بحكي لي في عندي الامينو اسيدز وذ بولر جروبس هاف هاير افينيتي تو ذا ستيشنري فيز. تمام، هذا اللي حكيناه than the mobile phase, so they will move up the paper only slightly. While amino acids with non-polar, لما يكون non-polar groups will have higher affinity to the mobile phase than the stationary phase. They will continue to move up the paper. تمام؟ لما أنا عندي الـ higher affinity للموبايل phase لأني أنا less polar، فبالتالي أنا راح أحب إني أتحرك مع الموبايل phase، فبالتالي الموبايل فيز بتاخذني معاها وين ما تروح، فبالتالي راح الاقي حالي اقرب لوين؟ راح الاقي حالي اقرب للسولفنت فرونت. تمام، طيب نلخص شوي، يعني نلخص بسرعه مع انه احنا رح نرجع، يعني اللاب وورك هو بس عن هذا الحكي نفسه. تمام، ولكن نلخص بس الحكي اللي حكيناه هون. بحكي لي انا عندي شيء اسمه الكروماتوغرافي. الكروماتوغرافي انا بستخدمها عشان افصل مولكيولز. من انواع هاي الكروماتوغرافي في عندي شيء اسمه البيبر كروماتوغرافي. تمام، واللي هي بتفصل هاي المولكيولز على البيبر. تمام، حكينا انه الكروماتوغرافي بشكل عام هي فيها ستيشنري فيز وموبايل فيز، فبالتالي لما انا استخدم بيبر ماشي كستيشنري فيز واجي اسوي سولفنت عليها، احطها في جوا سولفنت يعني، واخلي السولفنت يتحرك عليها، فبالتالي هي اسمها بيبر كروماتوغرافي. البيبر كروماتوغرافي انا بستخدمها عشان افصل ميكستشر، فبالتالي انا الميكستشر بحطه على طرف الورقه من تحت. تمام، ما بحطه على الطرف تحت، بخلي شويه مسافه عشان انا ما بدي انزل ما بدي الميكستشر يختلط مع السولفنت. تمام، فبحطه نير ذا بوتوم. تمام، وبخلي السولفنت يبلش يطلع على اللي هي البيبر. تمام، وخلال ما هو بيطلع راح يخلي الميكستشر هذا انه يطلع معه، حلو، يعني راح يسحبه معه. والميكستشر بتكون من اكثر من كومبوننت، فبناء على الكاركترستكس تاعت كل كومبوننت فيهم ماشي راح يتحرك بسرعه معينه او راح يتحرك لمسافه معينه. تمام، فكونه انه راح يعني كونه الكومبوننتس مختلفين، في منهم راح يكونوا بحبوا يظلوا اقرب لل يعني بحبوا الستيشنري فيز، فبالتالي هذول راح يتحركوا اقل. تمام، وفي منهم راح يكونوا بحبوا الموبايل فيز، فهذول راح يتحركوا مع الموبايل فيز ليوصلوا لنقطه معينه. تمام، في عندي انا هون نقطتين مهمات اللي هي عباره عن اللي هو ستارتنج لاين اللي انا ببلش عنده. تمام، واخر نقطه بوصلها السولفنت بسميها السولفنت فرونت. تمام، في عندي خطوتين كمان اسمائهم مهمه وداخلي معكم، اللي هي السبوتنج اني انا لما ابلش احط ابلاينج ذا ميكستشر او انه بليسنج ذا ميكستشر اون ذا بيبر بنسميها سبوتنج. تمام، وحركه السولفنت لما يبلش يسحب مع الميكستشر هاي بنسميها اليوشن، وعشان هيك انا بسمي السولفنت اليوتنج. اليوتنج سول شو هو اسمه؟ اوكي، اليوتنج سولفنت بالضبط، صح، حسيت حالي انا جبته من عندي، بس هو اوكي اليوتنج سولفنت. طيب، سو اللاب وورك انا بس انه راح ندخل بتفاصيله باسماء وانه كيف بعملها بالضبط وانا شو بعمل بالمختبر بالضبط. تمام، وهاي اللي هي التجربه اللي كان يفترض انكم تعملوها بلاب الجينيتكس. فبحكي لي انا شو الهدف اللي عندي. تمام، خليني ابلش احكي لكم شو الهدف اللي عندي من هاي التجربه. بحكي لي انا عندي امينو اسيدز. تمام، في عندي انا امينو اسيدز انا بعرفهم. تمام، بس في عندي واحد من الامينو اسيدز ماشي انا ما بعرف شو هو هذا. تمام، فمن خلال الامينو اسيدز اللي عندي، مثلا انا عندي ارجينين ولايسين وعندي اسبارتيك اسيد. تمام، بس في عندي امينو اسيد انا مش عارف شو هو. حلو،
فمن خلال هاي التجربة أنا بدي أستخدم الأمينو أسيدز اللي أنا بعرفهم وأشوف سلوكهم وأشوف سلوك الأمينو أسيد اللي أنا ما بعرفه. لما أشوفه راح ألاقيه إنه هو بيتصرف زي واحد من الأمينو أسيدز هذول اللي أنا زي واحد من هذول الأمينو أسيدز اللي أنا بعرف أصلاً أوريدي شو هم، تمام؟ فمن خلال سلوكه راح أعرف إنه هو إنه هو 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 نفسه هذا الأمينو أسيد. حلو؟ طيب وصلت، مش عارف، حس حالي خربطكم شوي، خليني ارجع اركزها منيح. تمام، انا في عندي امينو اسيدز، تمام، وحده فيهم انا مش عارف شو هي، مش عارف شو هو هذا الامينو اسيد، تمام، ولكن باقي الامينو اسيدز كل واحده فيها عليهم ليبل، تمام، وانا شاريهم مكتوب عليهم والله هذا ارجينين، هذا لايسين، هذا اسبارتيك اسيد، هذا فلان فلان فلان، تمام، هذا اليوسين، هذا الانين، هذا برولين، اللي هو، تمام. ف بجيب انا من خلال هاي الامينو اسيدز اللي عندي، تمام، ببلش انا اراقب سلوك الارجينين والاسبارتيك اسيد واليوسين اللي عندي انا اصلا، تمام، وبحط معهم ايش؟ بحط معهم اللي هو الامينو اسيد اللي انا مش عارفه. راح الاقي انه الامينو اسيد اللي انا مش عارفه، تمام، قاعد بتصرف زي واحد منهم، تمام، فبالتالي بناء على تصرفه هذا، ماشي، انا بقرر انه هو عبارة عن نفسه. اذا مثلا تصرف زي الاسبارتيك اسيد، بحكي انه هذا اللي انا مش عارفه هو عبارة عن اسبارتيك اسيد، وبكتب عليه اسبارتيك اسيد وبصير استخدمه. فهمت علي كيف؟ طيب هسه خلال التجربة حنشوف احنا شو رح نعمل بالضبط. بكل اول شيء انت شو بتحتاج؟ بنحتاج سيلولوز بيبر اللي هي عبارة عن الستيشنري فيز اللي عندنا، بنحتاج البيكر اللي هو عبارة عن الوعاء اللي انا بحط فيه السولفنت containing the solvent. ايش السولفنت؟ السولفنت طبعا اللي هو عبارة عن موبايل فيز. ايش هو السولفنت؟ بكل اول سولفنت از ا ميكستشر اوف ووتر ميثانول وامونيا، تمام. الووتر حكينا انه الووتر بتكون معها نون بولر، لما مش حكينا عن الموبايل فيز، هي عباره عن ووتر مع نون بولر كومبوننتس، تمام. فبالتالي انا عندي الووتر معها ميثانول ومعها امونيا. لاحظوا انه انا بستخدم امونيا، والامونيا هي عباره عن ماده ايش؟ متطايره. فانا لما اطلع هون على البيكر بلاقي انه ايش؟ اني انا مغطي. ليش؟ لانه انا ما عندي امونيا وانا بخاف انه الامونيا تتطاير. طيب بستخدم 5 نون امينو اسيدز، ماشي. مثلا هون انا عندي الارجينين والاسبارتيك اسيد واليوسين والالانين والبرولين، تمام. انا كل واحده فيهم حاطها بعلبه، تمام، وانا عارف انها انه وانا عارف كل علبه ايش اللي فيها، تمام. والون ان نون امينو اسيد واللي هو الهدف تبع كل التجربه، اني انا بدي اعرف شو هو هذا الان نون امينو اسيد، تمام. توث بيكس بنستخدمها عشان عمليه السبوتنج، تمام، وبدنا بنسل، بدنا بنسل مش بن، مش اللي هو يعني مش قلم حبر، قلم رصاص، تمام. وبدنا رولر، مسطره، وبدنا نين هايدرين ديزولفد ان اسيتون اللي هي عباره عن زي صبغه، تمام، صبغه وفي محلول، يعني كيف نحكيها، محلوله بالاسيتون، تمام. وبدنا سورس اوف هيت اللي هو عباره عن هذا الجهاز، اتوقع اسمه مايكرويف او شيء زي هيك، المهم انه بطلع حراره يعني. ونكوينا منه مره اللي هو طيب نبلش بالتجربة. البروسيجر بحكي لي أول إشي شو بتسوي، بدي أجيب السيلولوز بيبر وبدي ألاحظ إني أنا بدي أمسكها من الأطراف عشان ما أقعد أطبع عليها، تمام. From the bottom of the paper بحكي لك بتقيس حوالي 1 لـ 1.5 سنتيمتر، تمام، يعني هي هاي المسافة اللي إيش اللي هي راح يكون علي، يعني راح تكون مغمسة بالسولفنت، تمام. فأنا بترك حوالي 1.5 سنتيمتر أو 1 سنتيمتر، تمام، وبعمل زي سطر، تمام، بالمسطرة. Draw horizontal line using the pencil باستخدام القلم الرصاص والمسطرة. This line is the starting line or the origin line. احنا حكينا فيها انها starting line، وحكينا انه بعدين بصير عندي ايش؟ بصير عندي اللي هو solvent front، تمام. فانا ال starting line انا برسمه بالمسطرة حاليا، تمام، وانا اللي بحدده انه هو عبارة عن 1 لـ 1.5 سنتيمتر بعيد عن البوتوم. And here we use pencil only because ink dissolves in the solvent. ليش؟ لانه اذا السولفنت اجى على الانك، تمام، وهو طالع راح الاقي انه الانك بلش يحل على الميكستشر تبعي، وبلش يحل على الورقه كلها وتبهدلت التجربه كلها. عشان هيك انا بستخدم البنسل، تمام. بحكي لي اد ناو تيك، بنيجي على الاطراف، تمام، الاطراف اللي هم يمين وشمال، بترك نص سنتيمتر. انا تركت من هون 1 لـ 1.5 سنتيمتر، بترك من هون نص سنتيمتر، تمام، وبلش احط نقط، ماشي، نقطه، بعدين باجي بترك سنتي ولا نص سنتي ولا شو ما كان، ماشي، وببلش احط كمان نقطة، ماشي، وبترك بينهم مسافة متساوية، وبحط ايش؟ بحط 6 سبوتس. ليش؟ لأني أنا حكيت إنه أنا في عندي 5 أمينو أسيدز، وحكيت إنه في عندي أمينو أسيد أنا ما بعرفه، الـ 5 نون والـ 1 أنون، تمام. فأنا بدي أحط كل واحدة فيهم على نقطة، فبحط 6 نقط،
تمام او 6 سبوتس، بعدين ببلش عمليه السبوتنج اللي هي ابلاي ان امينو اسيد اون تو ايتش سبوت باي ذا توث بيك. كيف بتصير هاي العمليه؟ بجيب انا اللي هي فرشاه اسنان بغمسها، الامينو اسيد هو بكون زي محلول كمان، تمام؟ فبتكون هاي العلبه باجي انا بغمس فيها فرشاه الاسنان، وباجي بحط فرشاه الاسنان على النقطه هاي اللي انا حددتها، تمام؟ وباجي بعد ما طبعا انا حطيت فرشاه الاسنان وين؟ بحطيتها مثلا بالاسبارتيك اسيد، باجي بحط النقطه، بحط مثلا هاي النقطه او اللي هو طرف فرشاه الاسنان، باجي بحطه على النقطه اللي انا رسمتها، تمام؟ وبكتب تحتيها اسبارتيك اسيد، اني انا هون حطيت اسبارتيك اسيد، باجي بجيب فرشاه الاسنان بكبها، تمام؟ وبرجع بجيب فرشاه اسنان وبرجع بحطها بايش؟ بحطها بالارجينين مثلا، وباجي بحطها على النقطه اللي جنبها وبكتب ارجينين، وهكذا لحد ما اني احطهم كلهم، وبالاخير اخر واحده مش راح اكون كاتب عليها شيء لانها ايش؟ لانها انون، تمام؟ او بكتب انون اللي هو apply small amount of proline to the paper and repeat the same step for the next four amino acids and to the unknown amino acid. فبالتالي انا بستخدم بعمل نفس الخطوه مع البرولين ومع كل اللي هم الـ other amino acids، تمام؟ باستخدام ايش؟ باستخدام toothpick. Take the paper and place it in the solvent inside the beaker. تمام، بنبلش بنحطها بالسولفنت، وبدنا نراعي انه السولفنت ايش؟ انه السولفنت ما يدخل ما يكون وصل للخط اللي انا رسمته. And cover it. حكينا انه بدنا نغطيها، ليش؟ لانه السولفنت فيه امونيا، والامونيا عباره عن volatile، تمام، متطايره. Note: The solvent level should be below the starting line. أنا زي ما حكيت لكم إنه لازم تكون تحت تحت اللاين هذا، لأنه إذا وصل السولفنت لللاين، يعني أنا already غمست الورقة بالسولفنت وأوريدي كان واصل اللاين للسولفنت، راح يحل راح تنحل اللي هي الميكستشر اللي أنا حطيته، أو راح تنحل الأمينو أسيدز اللي حطيته، راح ينحلوا بالسولفنت وراح ينزلوا أصلا على الورقة، تمام؟ فأنا اللي بدي إياه إنه أنا أحط الورقة، تمام، يبلش السولفنت يطلع عليها طلوع وبعدين يوصل للامينو اسيدز، ماشي، وتصير عمليه اللي هي ايش؟ اليوشن. اوكي، سو ذاتس واي وي بوت ذم ان 1 تو 1.5 سنتيمتر فروم ذا بوتوم. عشان هيك احنا بنحط اللاين بنخليه مرتفع 1 تو 1.5 سنتيمتر، ولما نحط السولفنت بالبيكر بنخليه اقل، يعني مستواه اقل من 1 تو 1.5 سنتيمتر، تمام؟ فهلا اللي بصير انه السولفنت راح يبلش يطلع، تمام؟ wait until the solvent migrates، بحكيني انه هاي العمليه بتاخذ حوالي 30 دقيقه، يعني انا بترك البيكر على هاي الحاله لمده كم؟ لمده 30 دقيقه. بتذكر قعدنا على التليفون نستنى 30 دقيقه لحد ما انه خلصنا هاي التجربه، تمام؟ and during this time we should not move the beaker، ما بتحركه ولا بتهزه ولا بتخلطه ولا بتعمل ولا اي شيء، بتخليه مكان، تمام؟ in order to have one horizontal solvent front، تمام. بعدين بحكي لي انه بصير انا عندي solvent front، ببلش ارسم هذا الخط اللي هو ما بين الدراي اللي هي لسه ما وصلها السولفنت، والويت اللي هي كل الجزء اللي وصله السولفنت. السولفنت وصل لعندي لهون، فبالتالي برسم خط هون، ماشي. ليش برسم خط؟ لاني هسه بدي استخدم remove the paper from the beaker and mark the borderline between wet and the dry areas. As we said earlier, this line is the solvent front and it indicates the distance traveled by the solvent. تمام؟ طيب هسه هاي distance traveled by the solvent بدي انا استخدمها بعدين عشان اعرف انا اصلا السولفنت قديش وصل، وبدي اعرف كل امينو اسيد لقديش وصل. Dry the paper using the hot plate to fix the amino acids. تمام؟ هاي الخطوة بنسميها الفيكسيشن. احنا حكينا انه اول خطوة كانت السبوتينج لما انا حطيت الامينو اسيدز على الورقه، تمام. بعدين صارت اللي هي عمليه الاليوشن لما طلع السولفنت واخذ معه الامينو اسيدز لفوق، تمام. بعدين بحكي لي انا بعد ما طلعت البيبر من البيكر، تمام، ببلش اعمل بعد ما ورسمت الخط هذا ببلش اعمل عمليه فيكسيشن، اني انا بدي اثبت، بدي اول شيء انشف الورقه واثبت كل شيء بمكانه، تمام. to stop the movement of mobile phase and fix the amino acids. عشان الموبايل فيز تثبت وشو اسمه and fix the amino acids، وكمان الامينو اسيدز ايش؟ تكون ثابت. طيب او هلا بدنا نوصل لمرحله الستيننج بروسس. بحكي لي بهاي المرحله لحد الان انا بتطلع على الورقه، ورقه فاضيه ما عليها ولا اي شيء،
تمام. فانا راح ابلش افكر انه انا شو عملت، طب شو استفدنا احنا، شو اللي صار. يعني انا اوريدي اصلا حطيت هيك نكاشه الاسنان، حطيتها في جوا سائل، بعدين حطيتها على الورقه، تمام. فانا زي الاهبل اصلا، انا مش شايف شيء، يعني انا مش شايف فرشاه الاسنان نقطت شيء على الورقه ولا ما نقطت، يعني انا بس قاعد وبرسم خطوط وما لسه انا مش شايف ولا شيء، تمام. فللان انا ما بعرفش اصلا تجربتي ناجحه ولا لا، تمام، او اني اصلا عملت تجربه ولا لا. بس ايش، بس مرحله الستيننج بروسيس بحكي لي هون بتكون الامينو اسيدز انفيزبل، تمام، كان بي فيجوالايزد باي سبراينج ذا بيبر وذ نينهايدرين، ماشي. فانا هون باجي بتيجي دور الصبغه اللي حكيناها من ضمن الادوات اللي بنستخدمها. فانا صبغتي هي عباره عن شيء اسمه نينهايدرين، تمام، وهي عباره عن 0.2 نينهايدرين بتكون ديزولفد ان اسيتون، تمام. فهذا النينهايدرين اللي هو ديزولفد ان اسيتون ببلش انا احطه على البيبر اللي معي. نينهايدرين از ا سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، ات رياكتس وذ ذا الفا امينو جروب، تمام، بيجي بتفاعل مع الالفا امينو جروب اوف ذا امينو اسيدز تو فورم كالرد كومباوند، تمام. فبالتالي لما يجي يتفاعل مع الالفا امينو جروب اللي هي موجوده على الامينو اسيدز ويبلش يصبغ لي الامينو اسيدز، فهنا انا راح ابلش اشوف الامينو اسيدز وراح ابلش اشوف انه فعليا الامينو اسيدز اللي انا حطيته تحت هذول ماشي هسه صاروا فوق. It gives purple color when it reacts with most amino acids، بينما لما تتفاعل مع البرولين بتعطيني yellow color. فأنا بتوقع إنه كوني حطيت برولين واحد فإنه راح يكون في عندي كم yellow color، راح يكون عندي واحد yellow color. بينما لو طلع عندي أنا اثنين yellow color فهو yellow color الثاني يفترض إنه يكون unknown، فبالتالي أنا هون راح أعرف إنه unknown عبارة عن إيش، عبارة عن برولين. وهيك خلص خلصنا التجربة على السريع. بس غالي، بس اذا ما كان برولين فبالتالي انا راح يطلع لي كلياتهم خمسه بنفسجيين واحد اصفر، فهذا الاصفر هو البرولين، تمام. وبدي اعرف انا ان البنفسجي هذا هو زي اي واحد من البنفسجيين الثانيه، ماشي. وهنا بتيجي ايش الخطوه الاخيره، او لا قبل الاخيره، لحظه استعجلت. في عندي انا هلا اول شيء حكينا انه بدنا هلا نطبق الصبغه، فسبراي ذا بيبر وذ نينهايدرين اسيتون، نيجي احنا بنحط الصبغه على الورقه اللي هي نينهايدرين اسيتون 0.2 نينهايدرين، تمام. بعدين ايش، برجع بسخنها على نفس الجهاز اللي انا سخنت عليه اللي نشفتها عليه بالمره الاولى، على اساس اني انا انشفها من ايش، انشفها من الصبغه، فبالتالي راح يطلع عندي الشكل هذا، تمام. Note the alanine, arginine, leucine, aspartic acid and the unknown have purple color. كلياتهم كانوا purple color ما عدا البرولين، هون موجود لونه أصفر هيك شوي، تمام. فبحكي لي أنا هون بدي أبلش أقيس المسافة اللي قطعها كل واحد من هذول الأمينو أسيدز. فبحكي لي أنا رح أقيس إشي اسمه الـ RF. هذا الـ RF إيش اسمه؟ هذا الـ RF أنا كيف بقيسه؟ بحكي لي أول إشي بقيس distance ما بين اللي هو starting line وما بين مركز كل واحدة من هذول النقاط. أنا باجي فعليا أنا شو بعمل، أتوقع مش مكتوب هون، تمام. أنا باجي بعمل إيش، بعمل دائرة على كل واحدة من هذول، تمام، بعمل دائرة وبحط مركز الدائرة، تمام، وبقيس من مركز الدائرة هاي، تمام، لل starting line بالمسطرة، ماشي. وبحسب كم سانتي، وبحسب كم سانتي من ال starting point لل solvent front، تمام. وباجي الرقم الاول اللي حسبته اللي هو distance traveled by the component اللي هي من هاي النقطة مثلا هذا ايش هو، مش عارف شو هو هذا اللي هو، تمام، النقطة هاي ماشي لحد هذا starting point بقيسها، ماشي، وبقسمها على المسافة من starting point للsolvent front distance traveled by the solvent، تمام. ف هذا الـ RF value بحكي لي هي عبارة عن the relative extent to which analyzed component move in chromatography experiment is indicated by RF value. For our experiment هاي الـ value بنقيسها هي عبارة عن equal to the distance traveled by the amino acid divided by the distance traveled by the solvent. تمام؟ Now, how can we calculate the order of values for our amino acids؟ هسا ببلش أقيس الـ RF value لكل واحدة فيهم. Measure the distance traveled by the solvent. تمام، بنحكي لك بنقيس اللي هو السولفنت كم مشان 5.7 سنتيمتر، فكل المقامات عندي راح يكونوا 5.7، تمام. measure the distance traveled by each amino acid from the starting line to the center of the spot using the ruler as you can see in the picture. لاحظوا اني انا عملت زي دائره هون على كل امينو اسيد، ماشي، وحطيت زي نقطه في مركز كل دائره، تمام، وببلش اقيس المسافه من هاي من الستارتنج بوينت للنقطه هاي، ومن الستارتنج بوينت للنقطة هاي، ومن الستارتنج بوينت للنقطة هاي، تمام.
وبقسمها على كم؟ على 5.7، ماشي، وبطلع معي هون الرقم. فهون مثلا بحكي لي انه البرولين قطع 5.5 سنتيمتر على، وقسمناها على 5.7 عشان يطلع اللي هو الار اف، تمام. اسبارتيك اسيد قطع 4.7، الالانين قطع 5.3، اليوسين قطع 5، والارجينين قطع 2.8، بينما الانون قطع 5.2، تمام. ركزوا ان الانون كم قطع؟ 5.2، تمام. distance traveled by the non-polar amino acid. هسه بدي بحكي لك انه لاحظ طبعا قبل ما يشوقك للنتيجه، انه distances traveled by the non-polar amino acids، non-polar amino acids اللي هم البرولين، الالانين واليوسين، تمام. لاحظوا انهم قطعوا مسافه اكبر من المسافه اللي قطعتها البولار امينو اسيد. شوفوا الاسبارتيك اسيد قديش قطع؟ قطع 4.7، تمام. والارجينين لاحظوا الارجينين قديش قطع؟ قطع 2.8، تمام. فبالتالي الارجينين كان اكثر شيء جذاب، او مش جذاب، كان اكثر شيء منجذب للي هي البولر سيلولوز بيبر، تمام. فبالتالي هو، او حتى لا، وكمان للووتر اللي عليها. فبالتالي هو كان البولاريتي تاعته او انجذابه للبولر كان اكبر من منهم كلهم، تمام. والاسبارتيك اسيد اجى بعديه، هم اثنين يعتبروا بولر امينو اسيدز، بينما باقي الامينو اسيدز لاحظنا انهم قطعوا مسافات اكبر. قطعوا مثلا هنا اليوسين قطعت 5، ماشي، مع انها مش كثير بتفرق عن الاسبارتيك اسيد، ولكن يعني هي تعتبر هيك، يعني هي هذا يعتبر الفاصل ما بين اللي هي البولر والنون بولر. فاليوسين قطعت 5 سنتيمتر، البرولين قطعت 5.5، الألانين قطعت 5.3، والأنون قطعت 5.2، تمام. فهنا رجع استنتج لك انه الهاي فاليوز انديكيت لو افينيتي تو ذا ستيشنري فيز. فانا لما احسب الار اف، تمام، اذا كانت الار اف هاي فاليو، لما يجي يسالك بحكي لك لما تكون الار اف الفاليو تاعتها عاليه، فانا هون شو بستنتج؟ بستنتج انها في عندها هاي افينيتي تو ذا موبايل فيز ولو افينيتي تو ذا ايش؟ تو ذا ستيشنري فيز. بينما اذا كانت الار اف الفاليو تاعتها قليله، معناها انها ما قطعت مسافه كبيره، فبالتالي الافينيتي تاعتها للستيشنري فيز كانت اعلى من الافينيتي تاعتها للايش؟ للموبايل فيز، تمام. بحكي لي هسه انا كيف بدي اعرف؟ انا كل هاي التجربه ليش عملتها؟ عشان اعرف انه ايش هو الانون امينو اسيد. الانون امينو اسيد انا هون بحكي لي انه قطع 5.2 على 5.7، يعني الار اف فاليو تاعته 5.2 على 5.7، بينما الالانين عندي قطعت 5.3 على 5.7. فبحكي لي انه الانون غالبا راح يكون ايش؟ راح يكون الانين. فانا لما يجي يسالني بالامتحان بالاخير يحكي لي ايش هو الانون، او هاو دو يو ديفاين، او موستلي ذا انون از ايش؟ از الانين. We can identify it by comparing the RF value and the color of it. طبعا إذا كان الألانين، إذا كان الألانين عندي لونه، طبعا أكيد راح يطلع بيربل، تمام. وإذا كان الألانون طالع لونه أصفر، مش راح أجي أحكي إنه الألانون عبارة عن ألانين، يعني أكيد، تمام. راح أبلش أفكر إنه في إشي أنا عملته غلط، أو إنه عبارة عن مثلا برولين، بس في، يعني في إشي غلط أنا أكيد عملته، عشان هيك ما قطعش نفس المسافة اللي قطعها البرولين، تمام. مع إنها يعني تعتبر قريبة، ماشي. فممكن اي اختلاف، اي اشي غلط انا عملته بالتجربة يخلي لي انه البرولين مثلا ما قطعش هالقد. بس انا طلع معي الانون طلع معي بيربل، وطلع معي الالانين بيربل، والالانين طلع نفسه تقريبا، يعني 5.2 و5.3 مش فرق كبير. فبالتالي انا ايش بعرفه؟ بعرفه انه هو غالبا راح يكون ايش؟ راح يكون الانين، تمام. بهيك بنكون خلصنا هاي التجربة. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا. تذكروا اهم شيء انه تعرفوا شو هم اسماء الخطوات، سبوتينج مثلا بالبدايه، بعدين في عندي خطوه اللي هي اسمها الاليوشن، بعدين في عندي اخر شيء في عندي خطوه كمان اللي هي بنسميها الفيكسيشن، اللي هي بتصير على اللي هو هذا الميكروويف، ولا مش عارف شو اسمه وشو اسمه. وعندي طبعا الستيننج اللي ببلش بعدها اشوف الامينو اسيدز، تمام. وبستخدم فيها كم 0.2 انهيدرين ديزولفد ان اسيتون، تمام. في ملاحظه كثير مهمه انه بدكم تركزوا انه احنا هون لما بنحكي، يعني قاعدين بنحكي عن انه انا عندي الستيشنري فيز كانت بولر، والموبايل فيز كانت نون بولر، ممكن او مش نون بولر، ليس بولر، تمام. فانا ممكن اني اعمل نفس التجربه بس استخدم فيها ستيشنري فيز تكون بولر نون بولر، ويكون عندي الموبايل فيز هي بولر. فبالتالي هون راح اعكس كل شيء. فاذا اجى يخربطكم بهذا بهاي النقطه بالامتحان، تكونوا صاحيين لها وتكونوا عارفين انه
انا كل المعطيات اللي عملتها بدي اعكسها هون، بده يصير مثلا البولر، مش البولر ماشي، راح يصير يقطع مسافه اكبر من النون بولر. ليش؟ لانه منجذب للموبايل فيز، موبايل فيز هون عندي صارت ايش، صارت بولر، فبالتالي راح يقطع مسافه وراح يكون اقرب لايش، للسيرفنت فرونت. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. يعطيكم العافيه صميم، وان شاء الله موفقين بامتحانكم.